بدأت المبادرات بالسوشيال ايموشنال ليرنينج بالتعلم الاجتماعي الانفعالي من فترة طويلة، يعني من التسعينات، وكانت بأغلبها مبادرات إيجابية، لكن هي كاستجابة لأحداث معينة عم بتصير بالبلد ولحماية من بعد أزمة حصلت أو من بعد حادثة حصلت. كان بينقص هيدي المبادرات الاستدامة. أهمية الإطار المرجعي هو إنه أعاد قراءة المبادرات السابقة على ضوء خلفية علمية بدعم من جامعتين نيويورك وهارفارد وبالتنسيق وبالشراكة مع المركز التربوي ومع كتابي. Social and emotional learning skills refer to a diverse set of skills that are important for children's healthy development. These skills refer to self-efficacy, self-esteem, problem solving, critical thinking, all of which are important skills for children to be able to succeed academically, socially, where they're able to positively communicate, problem solve, and to succeed in life in general. The development of the social and emotional learning framework highlights the most important constructs for children in Lebanon. It's very contextualized, and the framework takes the form of a dynamic and flexible one where constructs can be adapted or extracted given a particular context. So when there is a crisis context, for example, certain constructs can be emphasized further within the educational setting. التدريب على التعلم الانفعالي الاجتماعي فايدته مزدوجة، من جهة يفيد على الشخص المتدرب كأستاذ لمعرفة نفسه أفضل ليقدر يتعامل مع انفعالاته ويديره، خصوصا بأوضاع صعبة عم نعيشها نحن، بدها قدر عالي من النضج الانفعالي والنفسي والاجتماعي، ومن جهة أخرى لحسن الأداء الصفي والممارسة المهنية المرتبطة برسالة التعليم والتعلم. أهمية هالإطار إنه بأسس لمقاربة التعلم الاجتماعي الانفعالي يلي بتشتغل وبتطور لدى المتعلمين مجموعة من الكفايات يلي بتساعد الولد على النمو في المجال المعرفي، في المجال الانفعالي، وفي المجال الاجتماعي، مما ينعكس إيجاباً على أدائه الأكاديمي، على تكيفه الصحي، وعلى تعزيز الرفاه لدى المتعلمين بكافة المدارس. وهون نكون فعلاً اشتغلنا بشكل أساسي على بناء مقاربة تعليم حديثة وخلق بيئة مدرسية متوازنة لدى كل المتعلمين.